خرجوا من منازلهم بأرواحهم وقليلاً من الأمتعة، هربوا خوفاً من إجرام نظام الأسد وهمجية الطيران الروسي. بعضهم افترش الأرض والتحف السماء، وآخر لجأ إلى خيمة لا تقيه برد الشتاء ولا حر الصيف. أم محمد أرملة هربت بأطفالها من موت لا يفرق بين الحجر والبشر، تبيع أثاث بيتها لتطعم أيتامها. أنا أرملة ونهد بيتي ونهد فوق الغراض، ورحت جبت الغراض نص جبت ونص ظل جو السطح، وهلق تابعها وأريد أشتري خبز لأولادي، أريد أعيش أنا أولادي، وانقصفت الجري كلها، ما ظل الجري فيها بيت واقف، وهلق إحنا نازحين ولا عنا لا بيت ولا خيمة ولا شيء، وما عنا غير رحمة الله. بخيام مهترئة يواجهون موجات البرد وأمطار الشتاء في ظل غياب دور المنظمات الإغاثية والحكومات التي جعلت من نفسها وصياً على هموم المدنيين. احنا طلعنا من القرى قام يضربنا طيران وهد دور كثير، يعني في بعض الضياع راح الربع منها هدام هدم الطيران على الأرض، وشنا اللي عنده تركتور اللي عنده سيارة اللي عنده قام يشيل العيلة والأطفال والنسوان وينهزم ويخلي كل شيء ظل على حاله بأرضه، ما عاد نقدر نرجع نجيب باقي الأغراض، والحد صرنا هين ده جبانين خيم، وبالمطر اليوم فات المي على البيوت، والنام بتريلة مقبطينة تريلة ده متشدرينها والنام بتريلة وتدفي أمابه، والله وش أريد أقول لك الأكل كمان قليل.